الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اخبرنا بالايمان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت فقال اخبرنا بالاحسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يعبدك الحديث على طريق الإمام يؤده إلى التدين والتنصير مسؤول عن المسلم. بحبك فانك قلبي وطهارا وربك جاذبي وجدي السحابا ألست المصطفى خير البرايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واصلي واسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم واعتقد عقيدتهم وسار على منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المستمعين عبر قناة الإيمان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي على طريق الإيمان. على طريق الإيمان نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. يذكر بعضنا بعضا بما فيه سعادتنا وخيرنا في الدنيا والآخرة، وما يحقق أمننا واستقرارنا وعيشنا الرغيد، وأن نحقق عبودية الله عز وجل التي خلقنا لأجلها. لا يزال حديثي موصولا إليكم في التذكير بهذا وذاك. في هذا اللقاء أود أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الحدث الذي سمع به القاصي والداني، وهو ما يتعلق بتسميم السموم، وهي سم ناقع أعني الخمر، ووضع فيها ثم قاتل. نسأل الله العافية والسلامة. الحديث حول هذا الأمر له عدة محاور. أول هذه المحاور لابد أن نتوجه بالعزاء لذوي المسلمين والمقتولين، لهم والد ووالدة ولهم أحباب. لا شك ولا ريب أنهم فزعوا في أحبابهم، ومنهم من صدم صدمة عظيمة.
المسلمين أفضل. منهم من لم يكن يتصور ولا يتخيل أن ابنه يشرب الخمر والعياذ بالله. لذلك نسأل الله جل وعلا أن يجبر كسركم وأن يعظم أجركم في هذه المحنة والبلية التي نزلت بكم. الإنسان إذا مات له قريب أو حبيب أو ولد في حادث سيارة لا سمح الله أو بمرض مفاجئ، لا شك أنه يفجع فيه فجيعة عظيمة، فما بالك إذا كانت هذه الفجيعة مصحوبة بشيء من العار والخزي وما يدعو إلى الحزن وتغطية الوجه. لا شك أن المصيبة التي حلت بهم مصيبة عظيمة. أسأل الله تعالى أن يعينكم عليها وأن يصيبكم عليها وأن يرفع بها درجاتكم وأن يلهمكم الصبر والاحتساب وأن يعوضكم خيرا. المحور الثاني الحكم الشرعي في هذه المسألة. لا شك أن هؤلاء الذين أفضوا إلى الله أنهم أبناؤنا وإخواننا وأنهم عصوا ربهم جل وعلا وانتهكوا الحدود، لكنهم لا يزالون في دائرة الإسلام فهم مسلمون، لا سيما من لم يثبت عنه أنه استحل شرب الخمر. من استحل شربها، ومعنى استحل رأى شربها حلالا، هذا هو المستحل. الذي يستحل يختلف حكمه لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ومكذب لأمر من قطعيات هذا الدين، يعني من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تحريم الخمر، فإذا استحلها كفر بهذا الاستحلال. لكن الغالب ممن يشرب هذا المسكر أنهم لا يستحلونها بل يشربونها وهم يعلمون ويبتغون بأنها حرام، ولكن غلبتهم أنفسهم ووسوس لهم شيطانهم وزينت لهم نفوسهم هذه الشهوة ونظروا إلى ما فيها من بعض المنافع الآنية كالنشوة والطرب وما تحدثه في النفس فتعلقوا بها وأجملوها عياذا بالله جل وعلا، ولم ينظروا إلى ما فيها من الشروع والمفاسد والبلايا والرزايا. لذلك هم مسلمون، نسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. لا يحملنكم حب الله عز وجل وحب رسوله، ولا تحملنكم الغيرة على دين الله على أن تخالفوا الحكم الشرعي فيحصل تجاوز وغلو ومبالغة، حتى إن بعضهم سبهم وشتمهم ولم يترحم عليهم، وربما رأى عدم جواز الصلاة عليهم وهذا غير صحيح. وربما لو ترك الصلاة عليهم بعض الفضلاء أو الأخيار ممن لهم أثر في الناس جزرا لأمثالهم ربما كان ذلك لا بأس به،
أم أن يترك الجميع الصلاة عليهم؟ فلا شك أن هذا غير صحيح. بل إن أهل السنة مجمعون على أن المسلم وإن ارتكب الكبائر وفعل الجرائم ما لم يستحل هذه الكبائر فإنه مسلم عاصي. يقولون هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وهذا من أدلة أهل السنة في أن المؤمن يجتمع فيه الخير والشر والطاعة والمعصية والفسق والاستقامة. ربما بعضهم يصلي يحافظ على صلاته ولكنه بعدما ينتهي من الصلاة يعاثر الخمر عياذا بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما كان دون الشرك والكفر يغفر، وقيد المغفرة بمشيئته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه رد على طائفتين منحرفتين من طوائف المسلمين، الخوارج والمرجئة. الخوارج من عقيدتهم أن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها أنه كافر بالله يخرج من دائرة الإسلام، ولهم شبهات يتعلقون بها. يقابلهم المرجئة الذين يعتقدون أن المسلم مهما فعل من الكبائر والجرائم والعظائم أنه كامل الإيمان، ولا تؤثر هذه الكبائر في إيمانه. ولا شك أن هذا باطل وذاك باطل، وكأن كلا المذهبين يرد على الآخر. فالله جل وعلا قال: ويغفر ما دون ذلك. هذه الجزئية في هذه الآية ترد على الخوارج. فربنا جل وعلا أخبرنا أنه لا يغفر الشرك والكفر، وأخبرنا أنه يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك، وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. وقوله لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون العاصي مغفور له ما دام موحد المسلم قطعا. يقول هذا غير صحيح، هذا باطل، بل ربنا جل وعلا قيده بمشيئته. وعندنا ما يدل على ان بعض اهل الكبائر يدخلون النار بسبب هذه الكبائر، ولكنهم لا يخلدون فيها قطعا. فنقطع ونجزم ان كل مسلم موحد لا بد ان يدخل الجنه ان كان عنده كبائر ومعاصي اصر عليها، وشاء الله عز وجل ان يدخله النار بحسب كبائره ومعاصيه، فانه يعذب بقدر ذنوبه ثم يكون مآله الى الجنه. وان كان المسلم تائبا منيبا طائعا توابا فإن الله عز وجل وعده بالنجاة من النار. فكل مسلم موحد لا يخلد في النار أبدا، لا يخلد فيها إلا الكافر عياذا بالله. فعقيدتنا في هؤلاء أنهم ابتلوا بهذه البلية ونزلت بهم هذه المحنة عياذا بالله، فنترحم عليهم وندعو الله جل وعلا لهم بالمغفرة والعفو. ولذلك العلماء ينظرون
إلى العصاة والفجرة وأصحاب الكبائر وشراب الخمور ومتعاطي الربا ومتعاطي الزنا والمخدرات ينظرون إليهم نظرين، ينظرون إليهم نظرة كونية قدرية وينظرون إليهم نظرة شرعية دينية. أما النظرة الكونية القدرية وأن الله تعالى قدر عليهم هذا الفعل فهذه النظرة تستوجب الرحمة لهؤلاء والصفقة عليهم والدعاء لهم. وأما النظرة الشرعية الدينية فهي نظرة الاستحقاق الشرعي من جهة العقوبة التي يستحقونها فيعاقبون بالشرع ويرحمون بالقدر. ولذلك السارق إذا سرق في شريعتنا المباركة أن السارق إذا سرق تقطع يده بالشرع ويعطى بعد ذلك من بيت المال إعانة له على سؤون حياته. لا ينبت إذا قطعت يده بنص القرآن بعد أن سرق، لا ينبت لأنه مسلم. فهنا يجمع الشرع بين الرحمة وبين إقامة الحق الشرعي والحد. ولذلك كما ذكرت لكم مما أجمع عليه أهل السنة أن المسلم يجتمع فيه إيمان وكفر، توحيد وشرك، طاعة ومعصية. وهذا فيما يتعلق بالكفر الأصغر، لكن لو كان الكفر الكفر الأكبر يخرج من دائرة الإسلام. لكن قد يجتمع في الرجل الواحد موجبات الإكرام وموجبات الإهانة. يكون مسلما مصليا طائعا يحب الله ورسوله، وفي نفس الوقت يكون عنده معاصي وآثام وكذلك. وهذا كحال أهل المعاصي وحال أهل البدع. بعض الناس فيه خير ويحب الله ورسوله ولكنه يقع في الكبائر ولم يخالف في هذه المسألة عن اجتماع الخير والشر. فرجل واحد لم يخالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. أما أهل السنة فيعتقدون أن الإيمان يتجزأ، له أصول وفروع، له واجبات ومستحبات. فقد يبقى أصل الإيمان ويحصل خلل في فروعه وأجزائه، فينقص الإيمان بحسب نقصان الفروع ويضعف، لكن يبقى أصل الإيمان ويبقى مؤمنا. ولذلك أهل السنة يمثلون في الإيمان بالشجرة، شجرة لها أصول ولها فروع ولها أوراق. فربما ذهبت أغصانها وأوراقها وبقيت الشجرة. أما الخوارج المعتزلة فيمثلون الإيمان بالعدد 10 إيمان، لو نقص رقم واحد زال الإيمان بالكلية، زالت 10 أصبح 9، لو نقص رقمان أصبح 8. ولا شك أن قولهم خطأ، قد أخطأ من وافقهم من بعض المشايخ حين قال إن أهل البدع لا يجتمع فيهم الحب والبغض، ليس لهم إلا البغض، هذا خطأ، وافق فيه الخوارج والمرجع. أي الآن في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، أو عفوا كان اسمه عبد الله، خبر كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. تعرفوا العرب كانوا يسمون بأسماء حيوانات لما فيها من الأوصال المحمودة، يسمونها بعض الناس يسمونه كلبا لما فيه من الوفاء، أو يسمونه حمار لما فيه من الجلد والقوة، ولا يريدون بهذا التنقص أو القدر. المهم عبد الله
رضي الله عنه هذا الصحابي الذي يلقب خمارا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني شرب الخمر وأقام عليه الحد جلده، فأتي به يوما فأمر به فجلد. أتي به يوما وهو تكرار قد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد وأن يجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. هنا حضرت الغيرة على دين الله كما يفعل كثير الناس، والغيرة لا شك أنها مطلوبة، والمؤمن لابد أن يغار على محارم الله. لكن أحيانا الغيرة إذا تجاوزت حدها خرجت عن الإطار الشرعي، والشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضده، والغيرة إذا لم تضبط بالشرع، والغيرة هي نوع من العاطفة النفسية وغير دين الله، والغيرة والعاطفة إذا لم تضبط بالشرع أصبحت عاصفة. طيب، لما قال هذا الصحابي: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. لاحظوا معي ما ذكرته لكم، مع أنه ارتكب معصية من أكبر المعاصي وتعاطى الخمر وهي أم الخبائث واستحق العقوبة وأقيم عليه الحد جلد، لكن لا يتجاوز الحكم الشرعي وما أوجبه الله ثم يلعنه الناس. لا، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى لعن في الخمرة عشرة كلهم ملعونون، لعن يعني شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وساقيها وبائعها ومبتاعها، كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اللعن العام غير اللعن المعين. إذن هذا الصحابي يحب الله ورسوله مع أنه يشرب الخمر، ونحن نظن أن أبناءنا هؤلاء وإخواننا مع أنهم وقعوا في هذه الجريمة وشربوا الخمر إلا أنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام، فهم مسلمون. وأي محنة وبلية تنزل بالإنسان حين يشرب الخمر وهو يطمح في حصول السعادة والنشوة والطرب ويفاجأ بملك الموت، نسأل الله العافية والسلامة، سوء خاتمة وخاتمة سيئة نزلت بساحتهم وحلت بديارهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، من الخمر والسكر إلى الدار الآخرة والقبر. فلذلك نحن حقيقة نتأسف على فعلهم، ونعتقد أنهم فعلوا منكرا وارتكبوا معصية وكبيرة، لكن لا يمنعنا هذا من أن نترحم عليهم وندعو الله عز وجل لهم، ونسأله سبحانه أن يغفر لهم وأن يرحمهم بما معهم من إيمان. لكن الأمر خطير، الأمر خطير جدا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. بعض الناس يموت ساجدا او يموت مصليا او يموت وهو يلقي درسا او يموت وهو مجاهدا، وبعض الناس يموت مغمورا والعياذ بالله، سوء خاتمه
لكن هذا لا يمنعنا معنا أن نذم هذا الفعل ذما شديدا وندرك أبعاده وخطره، لكن لا يمنعنا هذا من أن نلتزم حكم الله جل وعلا في هؤلاء. ولذلك أيضا لا يفوتنا أن نتوجه بلسان إلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل وأن يتابعوا أبنائهم. لا يصلح ما نسمعه أن بعض الآباء ربما يترك بعض أبنائه يرجع في ساعة متأخرة من الليل، هذا لا يصلح. غالبا أن من يسهر في الليل ويطيل السهر أن يكون سهره في شر، إلا إذا كنت يعني تعلم أنه يعمل في مكان معين أو أنه يحرص جهة معينة. أما أن تكون ابنك يرجع الساعة الثالثة ليلا ولا تسأل عن مكان سهر ولا تسأل مع من يمشي، فلا شك أن الآباء أنهم مسؤولون عن هذا ويتحملون جزءا من المسؤولية إلا إن لم يتحملوا المسؤولية كلها. طيب، لا يفوتني الآن أن أتوجه إلى الذين يشربون الخمر ويتعاطون أو يتعاطون السكر والمخدرات، وقد نجوا من هذه الفاجعة ونجوا من هذا الموت لأنهم ربما اشتروا الخمر من جهة أخرى. كان من الممكن يا من تشرب الخمر وتعصي ربك عز وجل، كان من الممكن أن تكون مع هؤلاء الموتى أو المرضى. طبعا منهم من فقد بصره، منهم من أصيب بمرض مزمن، نسأل الله العافية والسلامة. إن أنت نزوت هذه المرأة حتى قلت في بعض ما قلت، وربما ذهب بعضهم ليشتري فقيل له مازال يعني تحت التجهيز أفضل أفكار، فذهب إلى جهة أخرى. إذا يا من نزوت اعتبر، اعتبر بهذه الفاجعة، وكان من الممكن أن تكون ميتا الآن بسوء خاتمة، فتب إلى الله، تب إلى الله واترك الخمر، اتركها لله عز وجل فلا خير فيها، فهي شر محض، لا يغرنك ما تشعر به من نسوة أو سعادة وهمية عازلة. انظر إلى سرورها وانظر إلى بلائها وما تحدثه. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبر، نسأل الله العافية والسلامة. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبر، هذا إذا لم يتب. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبر؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ألا تدخل المخدرات في هذا؟ لا، لأنها تحدث في النفس سكرا ونسوة وطلبا، نسأل الله العافية والسلام. قال هنا عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين،
اللي في الجنان. الجنان خمر حلوة المذاق، طيبة الأثر في النفس، تحدث فيها سعادة ونشوة. ليست كخمر الدنيا كالعلقم وتحدث بلاء تصدع الرأس وتلعب بشاربها ويفعل شاربها من الشر والفساد ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. حتى رؤي بعض الناس بعد أن شرب الخمر رؤيا وهو أكرمكم الله وهو يبول ثم يتوضأ ببوله ويقول بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وفي رواية عند مسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب إلا أن يتوب. إذن الأمر شديد وخطير ولا يفوت لأيضا أن أذكر أولاة الأمر والمسؤولين وكل من بسط يده وعنده قوة أن يمنع أوكار الفساد وأن يقضي على هذا الشر، أن يأخذ بيد من حديد وأن يتعاون الجميع وأن يكونوا حازمين في القضاء على هذه الأماكن التي تروج لهذه السموم. هذه مسؤولية وأمانة تقل الجزئية يسير وهي هذا الفعل وهو وضع السم مقصود أم أنه خطأ وغباء وسوء تصرف ممن يصنع الخمر؟ كلا الاحتمالين واحد ولا أدري التحقيق أين وصل الأمر. ولا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلم أن يعتقد جواز هذا الفعل، يعني لا يأتي لأحد يقول الله من باب دفع الشر قد انتشرت الخمر فما رأيكم أن نضع سما في الخمر ليموت من يموت كالزيفة ويتعظ الآخرون ومن باب يعني الغاية تبرر الوسيلة؟ يقول لا يصلح، ليس في شرعنا وديننا أن الغاية تبرر الوسيلة. هذه القاعدة المتكلمية قاعدة باطلة، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. إذا كانت الغاية نبيلة وطبيعة لا أتصور مسلما يضيح لنفسه هذا الفعل وأن يضع سما في المسلم ليقتل الناس، حرام. لأن هؤلاء الذين شربوا الخمر حكمهم ليس هو القتل، حكمهم الجلد، حكمهم الجلد. أسأل الله تعالى أن يعافينا من كل بلاء وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يرحم موتانا وأن يصبر كسر المصابين وأن يعينهم على هذه المحنة. فاصل قصير ثم أتابع معكم هذا اللقاء وأذكر قبل الفاصل بهواتف البرنامج من أحب أن يتواصل بالسؤال أو إشكال. الرقم الأول 021-334-51-51 والرقم الثاني 021-334-65-65. فاصل ثم أتابع معكم هذا اللقاء فابقوا معي. إن شرب الخمر من المرء فتن ودليل من معاصي والفتن فاهجريني سلفة فالمنتهى واهجريني صمرة فيكم سبتا كيف يسعى في دنور من الخير فنهى الله تعالى حقها والذي يقربها قد ظلما فهي أم الكفر لحما ودما واتق الله فتقرب الله ما بشرت قلب المؤمنين وصل فهنيئا للذي قد علم صالحا ثم اتقى المولى على في جمال آلها قد نزلا ليس من يقطع طرقا دخلا إنما من يتق الله بطل فعلى مولاك كن متكلا فهو يكفيك ويعطي املا واذا كنت وسيما عقلا صدق الشرع ولا ترك الى رجل يرصد في الليل زحل
إن أمر الله حتم سلما فتقبل ملقى بعد الختم وارضى بالله حكيما دليلا حركنا الذكر في قدرة من قد هدانا سننا عز وجل ربنا المجد حي لم يرن أوجد العالم حقا من عدم فاسمه ينفذ فينا بالحكم كتب الموت على الخلق فكم فلم جيش وأفنان دول غرت الدنيا غريرا شتتا كنز المال وأسقى وحسن ثم ولى لم ينل غير الكفن أين المولود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعظم أين الفردوس طال الزمن قهر الدنيا وأفنى وسجن أين قارون وأقيال اليمن أين عاد أين فرعون ومن رجع الأهرم من يسمع الفن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوكي بإثني ومعكم هذا اللقاء وأستمع أيضا أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم وأذكر مرة أخرى بهواتف البرنامج 021-334-51-51 ورقم الثاني 021-334-65-65 ومعنا اتصال سؤال تبدأ. سؤال نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحمد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. يعطيك الصحة والشيخ لهذه الحلقة. إن شاء الله تكون عبرة لمقدور أمور. لكن هي بنضع نقطتين. النقطة الأولى بنلوم على ولاة الأمور اللي عندهم ولاة على السلطات وطبقات السماء. كيف نقعد الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 والعين يخش يخرج والصفات ثم تنسيه ثم تنسيه. والنقطة الثانية اللي هي ضعف الوعي الديني، إذا كان كل واحد يوم الجمعة ياخذ معاه أولاده من الجامعة، ولا لما ما يصليش يقول لا تصلي، على الأقل تبقى في قلب الإيمان وعنده إيمان قوي، ونحن نعرف أن القضاء أنها عن الفحشاء والمنكر، لما يصلي مرة واثنين وثلاثة يوم وأسبوع وشهر، حتى لو كان يدير في الحاجات هذه بس لأن دينه بينها، إيمانه بيتقوى في جلدة، بيخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى. والناس اللي يتعاطوا في الأمور هذه ربي إن شاء الله يكون فرحة. لكن أنا بلوم أيضا أنا كيف نبني ليبيا بسبب طاعات الخمول يا شيخ بالله عليك وكيف نعرف حتى يحب بلادي الناس الوزرة في الخمول هذه المفروض الحكومة تقبل الأوقات هذه وهو في حتى ناس كبار في الدولة يدخلوا فيها على وفي ناس تحمي فيها في مناطق والله يا شيخ المال من أكبر موجهين الخمول في بلادنا ولما تكلمهم ولا تشتي تلقى في ناس كبيرة في الدولة هي اللي تحمي فيهم لكن ربي إن شاء الله تكون هذه المسألة وهذه الآفة اللي صارت تكون عبرة للناس اللي يتعاطوا في الأمور. اللهم آمين بارك الله فيك. والله لك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شكرا لك وليد تفضل. تفضل أخ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك شيخ طيب إن شاء الله. بارك الله فيك الله يحفظك. الحمد لله ربي جزيك خير إن شاء الله على شغلك هذا وعملك الطيب إن شاء الله. وإياك بارك الله فيك. ولا هو اللي يحب النوه عليه شيخ إن عادة يعني الأخبار تتداول بين الناس ويضخموا في اللعبة شوية. زي اللي يقول الآن إن هو مقصود مثلا هذا العمل وإنهم استخدموها وكذا. فكأنه إشارة إلى إثارة الفتن وزيادة المشاكل في البلد. وانت عارف يا شيخ ان الامر هذا طبعا لو انه هو حدث مقصود مش حيكون يعني ذلك في هذه الاتجاه معينه او كذا فهذا هو اكيد امر ان هو اللي كان يتاجر في الخمر كان جاهل ولا يعرف ان هذه الماده تسمى مخدره. فالحمد لله ان هي يعني جاءت هيك مصيبه يعني بان عدد هذا وفرهم عدد كبير لكن الحمد لله انه جاءت هيك دفع الله مكاناتهم ونسال الله العظيم ان ينفي الشبهات ويسهل امورهم يعني انهم يكونوا يعني يطاردوا من هذه المشاكل. فالحمد لله على كل حال يعني قدر الله
إن ضروري إحنا نهتم يعني بالمقصود وخاصة الاتهام يكون غير دليل. صح يعني حرام إن بعض المدينين سواء بطاقات وطنية ولا غيرها يعني يتهم في بعض أطراف المدينين إن هم دور السن بالعالي. أنا سمعت دكتور يا رب محمود الدكتور يعني في الصف قال ما يجي 30 سنة نفسه في الصف قال لا مرحبا من قبل يصير صار حتى شغال في أمريكا وفي السعودية في غير من البلدان بسبب الخوف الصور الشخص اللي جت الخوفه يعني يغلط في النكد فيعني يصير من الخطا ويصير الشيء هذا اللي هو تسمع فبعض المدير الشيخ محمود يعني يتهم في بعض الشباب يعني لو في دليل خلاص طلع الحقيقه لكن تتكلم بمجرد ظنون وتطلع الفتنه بين الليبيين هذا حرام اكبر مره الشيخ محمود لا تنبه عليها بالله عليك. بارك الله فيك. نقطه ثانيه هو بعض الناس الشيخ محمود اللي يقول استكان منهم هم ما يحبوش برضو الناس اللي تشرب انما الوجرم اللي يشرب في الخمر يا شيخ محمود بعض المجرمين اللي يقتلوا واللي يشربوا في البيوت او السيارات وهم هاجم للناس متعقد من هلبه فهم يقولوا يستكن منهم ياخذوا المجرمين بصفه خاصه وليس كل بتشرب المدافع كان شيخ محمود بالنسبه للشيخ البغدادي يعني هو متعرف امريكا تكلموا وتكلموا ونددوا بان حوض السيسه وخلى كذلك يعني بيحط ضرائب معينه لما مجرمين سبحان الله يعني قديش الكنيسه موجوده وقديش فيها شد الناس على كذا ولا توطير ولا خربوا كنيسه ولا قتلوا حد لكن لما بعض النصارى في مصر استخدموا السفاره النبيه القنصليه خرجوها وعدوا الطبيب وعدوا وحرقوا العالم الليبي فبعض الشباب الغربيين حتى قد يكونوا حتى هم الناس ما من جماعه الحشيشه او الخمر استهجموا على الكنيسه واحدوا عليها طبعا احنا بشريتنا لا يجوز لكن ليش الاتهام بيسبق الواقع؟ يا ريت بعلاقة بعلاقة محمود والمقصود عندي بالعلاقة محمود يا ريت تنتهي في الأوقات أو التعاون مع رجال الإسلام يعني تقوم بتوعية الناس في برامج مثلا يكون عن طريق أفلام في كل شهر تطلع أو مثلا بعض 20 سؤال أو 30 سؤال ويكون مبدأ تقطع نفسك يعني مثلا الأوقات أو رجال الإسلام تقطع 20 أو 30 سؤال وتطرح لعامة الناس وبالأوراق أو بالصفحات في السوق وغيرها وكل إنسان يقرأ ويجاوب حسب معلوماته ويبحث يصير يعني نوع من التثقيف ويسجل هذه الأوراق للدار الإفتاء ويعرف كل إنسان معلومته يعني فيها نوع من التثقيف وإيصال معلومة بطريقة جيدة فيا ريت الشيخ محمود يعني الوقت راح يكون تثقيف الناس في أمور الدين بطريقة سهلة بارك الله فيك وصلت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والبدر النقطة الوزارة اللي تخدم الحمد لله هي وزارة الأوقاف مع ذلك ما فيش ولا وزارة تخدم في الوقت لولا أن وزارة الأوقاف أصدرت بيان بهالاتفاقية ما كان يجين عليها ولا حتى يعني تبعها. كان قصدك دار الإفتاء؟ دار الإفتاء. هذا مش وزارة الأوقاف هو دار الإفتاء شو؟ دار الإفتاء. نعم بارك الله فيك. لو لم أدرك هذا البيان اللي هو مش ما هوش حرية هذا عار. عار إنك أنت تجلس بين فتاة عمرها 18 سنة تقيم علاقة وما تتجوزها. عار إن الراجل يقعد ما عندهش قصة على الحوض. ونطلعنا في مظاهرة ونكتبنا ولا في إعلان قطة ولا إعلان دنيا وذلك الأخريات اللي طلعوا يشوفوا بالاتفاقية العرض كنت قصدك ان محمد وفيق في العرض ضد العرض مرضوا بالإعلان وماسكين في حالة يمكن حالة الخطاب صارت في مستشفى الطبي وهذه جريمة يعني الطب كل كان ماسكينها وكأنها هي هذا وقع الشهر النبي هل يجوز هذا في ذلكم؟ الله يبارك فيك نسمع فيك معي هل معتمد قرابة 1000 مرأة أو أكثر أو أقل ولو ما الله أعلم بالذات لا يتغطى وكان معتمد يعني تناول جميع المشاكل في المجتمع ومعتمد كان قيم من جميع الجوال ما يغطوش ولا يجيبوه هذا فين هذه الديمقراطية وين هذه الديمقراطية؟ جد تكون بالديمقراطية ولا من نارها يعني بالصراحة يعني يقولوا هم اللي يحتاجهم واللي على خاطرهم وهذا حرية الإعلام اللي يعطي ساعة الناس وين هذا من تغطية الأحداث؟ وينها؟ أكثر منهم يوم توقفنا من 350 مرة وهم كم جو يعني؟ ولا حتى في القناة تغطتنا ولا جت تمر علينا.
يعني احنا هي احنا القاعده الشعبيه مثل ما دام الزواج يبقى غير افضل مثل المراه الليبيه اللي مثلها ولا يعني مثلها المراه الليبيه بس احنا نزرع قيمنا وتوابتنا. ام محمد تسمعيني ام محمد تشيري الى اي مؤتمر اللي الاعلام يعني لن يغطيه ابدا اي مؤتمر قصدك؟ المراه الليبيه لاين؟ المراه الليبيه لاين؟ لا ما تغطاش المؤتمر وهذا ما جابوش في التلفزيون ولا يخلي الشعب كانه بعد يومين صار في مؤتمر في سبعه طبعا يطلق شرعيه المتعه غطوا وجابوا في اطراف الوطنيه. الله اكبر. هل معقوله هيك يعني كيف الاله كيف هذه الحريه يبقى لها وليس نساء مقصرين اصلا وين الحريه دي؟ الله اكبر. انا قلت انتم بتحطموا المجتمع وتبوا تدخلوا عليها بس جديده وتبوا تبصوا عليها. اللي جوه في مظاهرة ومدرسات ودكاترة ومن جميع طريقة المجتمع ولا ولا أحد أشار إليهم سياسهم ولا مطردات وما فيش أي إشارة إلى اعتصام هذا صح؟ هل معقولة هذا كلهم تأهيلات ما يعرفوش يعني شيء؟ إحنا متمسكين في ديننا وبتوبتنا ومش حنغير وهذه مش منظمات حقوق الإنسان هذه منظمات حقوق الفساد لأنها تنفذ الفساد. بارك الله فيك يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع الاتصال لك عبد الرؤوف. عبد الرؤوف تفضل. ألو. تفضل يا عبد الرؤوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بارك الله فيك. كيف حالك؟ الله يحفظك. رب يسلمك إن شاء الله. آمين بدون إنسان. شيخ بارك الله آمين يا رب يسلمك آمين. الله يسلمك واحد تفضل. يا شيخ انا عندي لك سؤال مدة تجاوبني فيه. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ ما حكم التسبيح بالسبحة؟ بالسبحة. لا يا شيخ. لا ان شاء الله طيب. بارك الله فيك شيخ. طيب بارك الله فيك تسمع ان شاء الله الجواب. يدل على انك على هذه المداخلات الطيبة والسعاد تعقب على الآباء والأمهات في إهمال الأبناء لا سيما ما يتعلق بمسألة التأهب الليلي هذا صحيح وهذه من أهم المسائل. المسألة الثانية الإبن مع من يمشي هذه أيضا ينبغي متابعتها. أيضا أشارت إلى أمر مهم وهو أخذ الآباء لأبنائهم إلى المسجد يوم الجمعة. هو الأصل ليس يوم الجمعة فقط بل في سائر الأيام الصلوات الخمس. نسأل الله عز وجل أن يهدي الآباء والأبناء إلى كل شيء وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. هذه مسائل مهمة متعلقة بمسؤولية الآباء في تربية الأبناء والله المستعان. الأخ وليد بارك الله فيه يقول بعض الناس استغل هذا الحدث لاتهام جهات معينة هذا صحيح حتى الاستشاري ايضا يعني يتكلم في نفس الباب ان بعض الفضائيات تناقلوا ان بعض الصالحين او الجهات المعينه تعمدوا وضع السم ومنهم من اشار الى جهات معينه وانا رايت حتى في بعض صفحات التواصل الاجتماعي هناك من يشير الى بعض الاشخاص انه هو الذي وضع هذا السم هذا كله حقيقه من اتهام الناس بالباطل ومن التسرع المذموم عدم التثبت وذكرت أن انه لا يعقل ان يكون هناك مسلم يضع ثم ليقتل مسلما اخر يشرب الخمر لانه ليس كافرا وحتى ما يتعلق بالعقوبه ليست عقوبته القتل العقوبه هي الجلد وهذا ليس كله جريمه لو فعلت لكن لا ينبغي لبعض الناس ان يستغل هذا الحدث للترويج الى مثل هذه الشائعات والتهم ولا حول ولا قوه الا بالله. اود ان انبه على امر يتكرر واصبح هذا الامر يكاد ان يكون على كل لسان وهو كل من دعا لك او دعا لمسلم يقول ان شاء الله. يعني كثير من الاخوان ربي يجزيك خير ان شاء الله. الله يتقبل منك ان شاء الله. انا اعلم ان المقصود بحسب السياق وحسب ما يبدو من ظاهر اللفظ المقصود الله يجزيك خير باذنه سبحانه. الله يجزيك خير يعني كانه يقول امين لكن كلمه ان شاء الله هنا
ينبغي تركها، ينبغي تركها. العلماء نصوا على كراهيتها. لماذا؟ لأن هناك حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر، ينهى عن قول إن شاء الله عند الدعاء، وهو في صحيح مسلم. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، اللهم أعطيني إن شاء الله، الله الله يعطيك الخير إن شاء الله، الله يفتح عليك إن شاء الله، الله يتقبل منك إن شاء الله. هذا فيه نهي عن رسول الله مقصود. فليعزم يعني يعزم المسألة والشدة في طلبها والجزم من غير ضعف في الطلب، ولا يعلق على مشيئة الله، لا يعلق على المشيئة. ولذلك يكره التعليق على المشيئة. كذلك عند مسلم رواية أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. صريح هذا الحديث في كله. فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، لا، هم الله يغفر لك بأمين، الله يتقبل منك آمين. آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب. أما الله يسعى لك إن شاء الله، كل الناس أصبحوا إلا نادرا إذا دعوا إن شاء الله، إن شاء الله. فهذا الذي التنبيه وهي فائدة لابد من ذكرها للتصحيح. طيب، حتى أن الله سامر بارك الله فيه أن بعض المذيعين صار يتهم بالباطل ويشير إلى جهات معينة ويشير إلى أن هذا الفعل متعمد ومقصود، وربما ما يتعلق بحرق الكنيسة أيضا في بنغازي، وكانت هذه يبدو رد فعل بسبب ما حصل في السفارة الليبية في مصر، فما بلغني أنهم أنزلوا العلم وعلقوا الصليب. فلكل فعل رد فعل، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان لا يستحسن، والتثبت أمر مطلوب، فتثبتوا فتبدلوا في كل شيء، استعجال لا يسمع. أم محمد يعني أشارت إلى قضية مهمة، وهي دور المؤسسات في الدولة، كأنها قالت أن المؤسسة الوحيدة التي لها دور في توعية الناس أو إصدار البيانات المهمة أنها دار الإفتاء، وباقي المؤسسات الرسمية والحكومية في ثبات عميق. وهذا صحيح حقيقة، دار الإفتاء يعني مشكورة على هذا الجهد وعلى هذه المتابعة، وعلى رأسها فضيلة الشيخ الصادق الفجلاني حفظه الله. لا شك أن هذه الدار يعني صمام أمان للبلد، وإن تعجبوا فاعجبوا ممن يعني يقول كيف يدخل الشيخ في السياسة وليش يتكلم في كل شيء، وهذا من منطلق أنهم لم يفهموا دينهم فهما صحيحا. الذي يفهم دينه فهما صحيحا ويعرف معنى الدين ويعرف معنى السياسة الشرعية لا يقول هذا الكلام، إلا إن أراد السياسة العلمانية التي تفصل بين الإسلام وبين نظام الحكم. أما السياسة الشرعية فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها، قسم من أقسامها. أما السياسة العالمية والسياسة الزائرة والسياسة التي تتضمن التدليس والكذب والمكر والنفخ والدوران، فهذه لا علاقة لها بالشريعة، بل هي مضادة للشريعة كمضادة العلم للجهل والعدل للجور
لا علاقة لها بالسياسة الشرعية التي هي جزء من الشريعة. إذا تكلم الشيخ وبين حكم الله على صدر بين الله والإنساء في بيان حكم الله، كيف يقول أنه يتدخل في كل شيء؟ يتدخل في السياسة. أريدة السياسة الشرعية راجعة إلى أحكام الشريعة وفيها خطأ وصواب وحلال وحرام. أنا لا أعطي قداسة للشيخ أو لبان الإنساء قداسة بحيث نقول العصمة ها هنا، لا، ليس أحد محفوظا. يمكن الخطأ موجود في بعض المسائل الاجتهادية، يمكن الخطأ يكون يعني بناء على نقل لبعض الوقائع. فإذا أردت أن تناقش فلزم الأدب والحوار العلمي والمناقشة والنقد البناء مع احترام التحذير والنقد. أما الكلام البذيء العبارات السيئة والتهم والسعي في إقصاء الشريعة بعلمائها، هذا الذي لا يرضي الله عز وجل، وهو من الباطل والمنكر، وهو من مساعي نشر الفساد في البلاد. إذا أقصي العلماء عن أداء دورهم وأقصيت دار الإفتاء عن توضيح الحقائق، فلا لك الجو فبيضي وصفري ونقري ما شئت أن تنقري. من هو الذي يقوم الآن بدور التوجيه والبيان والتوضيح وإصدار البيانات الواضحة والصحيحة التي تبين حكم الله في دار الإفتاء؟ وأهل العلم والفقه. وكما قلت، النقاش العلمي والحوار الأدبي مطلوب. يمكنك أن تتصل بالشيخ، يمكنك أن تذهب إلى دار الإفتاء وتحاور بأدب. أما النقد الهدام والشتم أو السب أو الانتقاد السيء أو العبارات البذيئة، هذه يحسنها كل أحد. أي واحد في الشارع يستطيع أن يسب ويشتم. أما المصلح والصادق والناصح فلا يفعل هذه الأساليب. ويا ليت قومي يعلمون. الله المستعان. فعلا يعني أم محمد أشارت إلى مسألة خطيرة جدا، وهي أن الإعلام يغيب تماما إذا كان هناك من ينكر العفة والحياء والحشمة والشريعة، وإذا كان هناك من ينصر تحرير المرأة من دينها ومن عقيدتها ومن حجابها ومن حيائها، تجد الإعلام ما شاء الله يغطي هذا الحدث وبكل قوة. على أي يعني على أي شيء يدل هذا؟ على أي شيء؟ هل يدل على أن الإعلام في الغالب يخدم أجندة تخالف شريعتنا وديننا وعقيدتنا وثوابتنا؟ فلذلك يعني حقيقة أنا عجيب جدا من هذا الإعلام. الوقت أشارت إلى مؤتمر بعنوان المرأة الليبية إلى أين؟ أنه لم يسمع به أحد. طيب وين؟ الإعلام يدعي الحيادية، وكما يقال يدعي الرأي والرأي الآخر، ويدعون أنهم يعني لا يميلون مع جهة إلى جهة أخرى، وأنهم ينقلون صوت الناس. هذا كلام صحيح. كل إنسان ينطلق من فكر يدافع عنه، كل إنسان ينطلق من عقيدة. سأعود في هذه الجزئية بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معي. Thank you.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم كنا عزم الشيوخ والشباب يعني الحاضرون لله الفضل والمنة والتوفيق. ولا يفوتني بعد التذكير بالشباب الصادقين أن أشكر الشباب الذين قاموا بمداهمة أوكار الفساد والشر والخمور. قد قاموا مشكورين بالقضاء على كثير من هذه الأماكن والأوكار المفسدة. فأشكر لهم موصول نسأل الله جل وعلا أن يثبتهم على خير الهدى، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة الأمر والمسؤولين جميعا إلى أن يضربوا بيد من حديد على كل هذه الأماكن، وكل من يفكر في نشر السم والشر والفساد والمخدرات والخمور. هناك تهاون موجود، أصبحنا في بعض الأماكن نرى شبابا يتعاطون المخدرات في الشوارع. أبدا، دخلت مرة محل مواد غذائية، أبدا أنا والمحل، ولا يمكن حصل مني نوع استهيال أو شيء، أبدا يتعاطون في الشوارع. طبعا كنت أتكلم عن قضية الإعلام وما يتعلق بتغطية المؤتمرات والندوات التي تخدم أفكارهم والسكوت والإهمال. إذا كان الأمر في الجانب الآخر سأعود إلى هذه القضية بعد أن أستقبل هذه المكالمة مع الأم محمد فضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل الموضوع المرأة فعلا أنا اتفاجأت أولاً أن طلعت الصورة الاحتياجية لدعم هيئة الأمم، وأنا يعني كنت مشتركة فيها الحمد لله طبعا لفترة الشيخ فاطمة الغيابي حفظها الله. فاتفاجأنا بعدد يعني فعلا كان قليل جدا، هذا الشيء لغياب الإعلام. فحتى الاجتماعية لما جيت فيديو عليها وحاولت نوزع بعض المطويات في هذا الشأن، يعني قلت ارباع الناس ولا اكثر يستمعون بها، لا يقول لك ما جماعه في فيسبوك وفي من اللي يفتح في فيسبوك؟ كل الناس تفتح في فيسبوك وبدات مسوي هو من فيسبوك. انا شخصيا لي حوالي 10 ايام ما فتحت، جيت افتح في فيسبوك تجد التفاهه وال انا عرفت يعني شباب فاضي، كل حاجات تافهه على قلبك، حاجات يعني تستفيد منها. فلهذا الناس مش كلها تفتح في الناس تفتح في الناس. يعني دور الأعلام فعلاً أنا اتفاجأت بهذا، يعني نساء كان من المفترض إن هم يشاركنا في هذه الوقفة الاحتجاجية لم يعلموا حقيقة هذه الوقفة الاحتجاجية. هذا بالنسبة لموضوع الأخت. بالنسبة لموضوع المخدرات، دور التعليم والمؤسسات التعليمية والله ركز عليها، دور المعلمة، يعني إحنا في حاجة ماسة جداً جداً يوقف من أخوات المعلمات. طبعاً نقول أخوات إن بعض المجتمعنا معلمات أكثر من المعلمين، ما بديش نقول مدرب، يعني معلم تكون، يعني المراهقين محتاجين لدعم لتوعية في المدارس، يعني هي مش حصة معلومات راح المدارس، مش حصة معلومات، المفترض أن نوعي أولادنا بالذات المراهقين هذو، بناتنا بالله، اتقوا الله في بناتنا، والله يا معلمات يا أولياء الأمور اتقوا الله في بناتنا، راحوا بناتنا كثير من حبيبه، وخاصة بعد الوثيقة هذه اللي شافوها. يعني اتفاجأنا إن في ناس في بعض الأحيان موافقين عليها، هذا يعني قمة الانحلال من الوحدة لحاجات، يعني لما نقروها الحاجات هذه اللي فيها هل ترضى هي لبنتها ولأختها لبنتها ولبنتها، الحاجات اللي موجودة فيها انحلال خلقي خلاص، المنظومة الأسرية خلاص يعني بتتخدم. فهذا دور المعلم بالدرجة الأولى، المعلمة بالدرجة الأولى، ودور الأم بالدرجة الثانية قبل حتى الأب. بعدين في دور الأولياء الجمهور، يعني الأب والأم مع بعض. فهذه يعني من هالمنبر أنا والله ما الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستعان على المجتمع كيف بعد كل يوم خطوة كاملة. لا رحم الأم الكبير، بارك الله فيك يا أم محمد، مشكورة على المداخلة. يحييكم بارك الله وأعانكم الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع الاتصال أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بارك الله فيك. والله إن شاء الله اختصار، أنا عندي كان اختصار
شوفها مهمة إن شاء الله إشتغل. أول شيء هذه الفاتحة لإصابة أبنائنا وأخوتنا وشبابنا اللي إصابوا في هذه المصيبة بحالة البلاد. في شبه ضعف الإعداد الطبي لإستقبال الحالات، يعني زي ما تعرف يوم الأولاد كل إعلانات ونبوء بدائي دكاترة فاضية وتعدد مع شكيت رايو فشيني، هذه إن شاء الله تكون درس للأبنائنا في مجال الصحة. جهزوا حتى مستشفيات جديدة نبدأ في البنية، لا انت الواحد يستنى قرارات وليه وانت عارفينه. نعم. وانا شفت انت ايش هذه النقطة الأولى، الثانية في بعض الناس الله يسامحهم هو يعني كل واحد كيف يستقبل الخبر، كل يقول والله مسكين شافوا مش عارفين كيف يستاهل هذا يترك، انا مشترك في الثقافة مش كويسة يا شيخ، وسط الناس انا ديما في بعضهم حتى لما يعرفوا الموضوع بين احداث صغار وبالذات الناس الكبيرة، لان الناس هو القدوة في العيلة. لما يكون رسالة وبحثات نار كذا ما يكونش رسالة سلبي. يعني يقول المفروض هذا ما لاش تبكي هذا خطا شبي اولادي، لما يقول يقول لا يستاهل واللي صار له. صحيح. هذه النقطة الثانية يا شيخ، النقطة الثالثة يعني لما تعالج المشكلة انت شيخ ان شاء الله تستفاد المشاكل في الدين، انا يقول الحق الفراغ له دور، الفراغ يا شيخ الكريم له دور، ما يقولش الاستاذ كان يجي يقول الاستاذ يعمل الاستاذ صح ولا لا؟ لما نشغل الشباب الثقافة، لان معروف ان العرب من يوم يوم عندهم ثقافة ما شاء الله جبارة. الشباب اللي ما عنده اسبوع يعني حتى يعني اذا في مكانات يمشي لركوب خيل للسينما نقول لك هو سهل في المستقبل ان شاء الله، لكن حتى المجال ان الشباب يلقى وين يرفع نفسه وين يطلع الثقافه هذه اللي جيت صاحب سوء لان صاحب تحت فهمت علي شيخ؟ فهمت عليك صحيح كلامك. ايوه وان شاء الله ربي ياخذ شباب من هم جنس الامه هذه ان شاء الله خير. بارك الله فيك. أيوه. تبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا ما شاء الله الأخ مبروك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود كيف حالك أنت؟ الله يبارك فيك، مغيب علينا يا شيخ مبروك. والله خير يا شيخ، كذا أقول والله بارك فيك من جو طيبة الحمد لله. الله يحفظك الله يسلمك. الله يبارك فيك من جو طيبة في أمثالك يا شيخ. الله يبارك فيك. والله يا رب الله لا مجاملة ولا نفاق، يا رب الله يحفظك الله يسلمك. الله يحفظك. ويا أخي أنا كل شك فيه كل شك فيه ومرة في محمد بن عبد الحق وما كان يكسر قضية خطيرة خصوصا للمجرمين هذوما اللي أعدام يا رسول الله ما يلبوش يا شيخ محمود، لا ما يلبوش في ليلة في النار، اللي يخدم في الليل يلبس في النار واللي يخدم في النار يلبس في الليل. يعني حقيقة أو مرة أنا حدثت يعني يعني مزاح أنا والله أنا تعلمت منك مرة شفت المفروض كل شيء يجب أن يكون في الهجوم حدودا في أقحاف الهجوم هذه حتى بارك الله فيك المساجد تعلمت منك أن حتى الخيرة تكون بالإذن وتكون بهدوء. فإذا أنا أتحدث في هدوء يا شيخ القاضي لو سمحت لي معيش بلا علم. الآن يأخذ محمد يقول لك يعني إحنا النساء بارك الله فيها نفس محمد وجزاها الله عن الأمة الإسلامية كل خير وكفى الله من أمثال. يا أخي لما تخرج مرأة مسلمة تخير عن يديهم تعود أي طرف واحدة يا شيخ محمود اللي هذه منظمة المسؤولية اللي مهمتها الإحساس في الأرض متوجد العنف ضد المرأة. يا شيخ محمود من الأمر الخطير اللي أشار الشيخ أبليس الباقي بأن خيطة الحق الصادقة في الفلاكيجيا أن هناك لجنة تسمى لجنة حقوق الإنسان تحت المؤتمر الوطني أثبت على هذه النقطة. يعني أثبت على أساسات الله أكبر، يعني أفمن يخلق أحق أن يتبع أفمن يأتي الحق أحق أن يتحمل ما يأتي إلا يؤتى. ما لكم كيف تأكلون هذا قانون الله وجل ولذلك كل ما أخذ هو مثل شيخ الحسن في الرسالة أن جزء غريبة لما يكون في أشياء يقبل أفكارها من الأشياء الدنيا والإجرامية تخرج النزاعات كلها تحط من عدم. ولا يا شيخنا لما تخرج نساء طيبات في هذينا يحفظ الله ورسوله ومن الجميع الله أعطانا وأعطانا لما الحسن في دار الله أفكار الرسول تتجاهل كل اللي ذا إذا سمحوا أستعيد قبل الله الآن يعني في نقطتين يا أمة خوسة أنا أقول خوسة في نفس الوقت الحكومة يا أمة هم لا يا أمة يا أمة لا جاهلين وفي شوشة حياتين ما عندهم حق من يقص الأمة يا شيخ القاضي. كل مبروك للإنصاف معلش الإنصاف بلغني أن لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني أنهم تراجعوا عن هذا وحصلت منافسات المهم
لم يصروا على تأييد هذه الوثيقة. الشيخ محمود أنا كنت وفيت الحق يعني ولا يمنع عليه وبارك الله فيك وبارك الله لا كون في متعصب يخاف يتحسب لا بارك الله فيك ولكن يكون في الأمور أخرى أو أمور أخرى كثير لكن إذا استوى جلس جلس بالفعل الفكرية ما نقول فيه جداد اللحظة تعاشف مشاكل اجتماعية تعاشف مشاكل مادية من بين حدود المجتمع حقيقة العالم يا أخي الشيخ محمود والعالم هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون نحن اندماء في الشروط سبب المجتمع فجأة نحن القرار يحتاج إلى إعادة نظر، ولازلت أكرر وأقول الإعلام حين يدعي بعض من يسيره أنهم فقط يحملون الكلمة وأنهم ينصفون وأنهم صوت الناس، هذا كلام نظري وفي الواقع لا يوجد له. وكل إنسان لا يمكن إلا أن يحمل فكراً يدعو إليه، لا يوجد إنسان يحمل يعني فكراً ثم لا يدعو إليه ويقول أنا رجل إعلامي مهمتي فقط أن أنقل آراء الناس. إذا أنت عندك رأي وفكر لابد أن تنصره، إما أن يكون حقاً وإما أن يكون باطلاً. طيب نستخدم هذه المكالمة لك محمد محمد أبو محمد. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ إمام مدافع. تفضل أبو محمد. شيخ أول شيء بموضوع الأمور الكارثة هذه. نعم. والشباب رحمه الله. نعم. من أقوياء السنة جماعة معروف المعارف. نعم. وأنا من الله عز وجل. لكن في موضوع شيخ إن لو إن الوزير التغذية أو وزير الصحة كان مكتوب على الطيار الإسلامي لرأيت الإعلام شن حربا شنيعة عليه، لكن هم ليس محسوبين على الطيار الإسلامي فسكتوا. الموضوع الآخر هذا وثيقة الوصول الفضي في المرأة أو وصول كيفية وصول المرأة، فهذه يا شيخ والله إن رسم حسن أمين ومحمود الشلام ومحمود جبريل لو هم قالوا الوثيقة وافقوا عليها فقد فضح بصر أنهم من أتباع العلمانية في ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نعم اتصال أبو عائشة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا عائشة. لك الله عظيم ورفع شرفك ونبيك نفيسا. آمين وإياك الله يحفظك. شنو أمور شيخنا طيب؟ الحمد لله الله يسلمك. يشكر الله العظيم اللي يحفظك كلها شيخ. أحبك الله تحبك الله يبارك لك آمين الله يبارك لك يا والله إني عن الوثيقة هذه من حقوق المظهر بل يقول هذه ممكن أنا والله ممكن هذا رأي نعم ممكن أن يقول أن الأمر هذا بحر يجروا لأن أنا ممكن مع احترامي لجميع المرأة الأجنبية غير مسلمة مش مكرمة كمان ولكن الكلام كرم المرأة كرمها عندما الله عز وجل
ومن يعني يدير الإعلام قاعدة في حياة الناس عموما لا يمكن لأي إنسان إلا أن يتحرك وفق فكر أو عقيدة ينطلق منها. يجب أن يقال هناك ليبرالي حر ليس عنده أي عقيدة، حتى من يبدأ الليبرالية هو يحمل فكرا معينا وتوجها معينا ينطلق من خلاله. هذا أمر لا يمكن، لا يستطيع الإنسان أن يكون بلا فكر وبلا عقيدة، مستحيل. إما أن تعتقد الحق وإما أن تعتقد الباطل، فما بعد الحق إلا الضلال. فلا يوجد إعلام يدعي الحيادية والنزاهة المطلقة وأنه لا يحمل فكرا يروج له، هذا كلام نظري، الواقع يخالفه. فهنيئا ثم هنيئا لمن كان يحمل الحق والمعتقد الصحيح ومنهج الله جل وعلا وينشره في الناس. وأما الانحراف والضلال والعقيدة الفاسدة، فإذا فتح مجالا يعني يسيرا لأصحابها بأن يبينوا رأيهم ليتمكن أهل الحق من الرد عليهم وإبطال شبهاتهم فلا بأس من هذا. لكن أن يفتح الإعلام للفساد والشر ولأصحاب الأفكار المنحلة والتوجهات الفاسدة وأهل الخير يعطون يعني هامشا لا قيمة له، هذه مصيبة وهذه مسؤولية، والله المستعان. طيب نسأل الدروس على السؤال الثالث في موضوع الحكم التسبيح بالصبحة. اختلف العلماء في حكم الصبحة، هل هي بدعة أم أنها جائزة؟ ظهر بعض أهل العلم إلى أنها بدعة، ولا أصلها من الهند ولا أصلها في هذا الدين. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية التسبيح بها، ولعل مشروعية استحباب على الجواز أنها جائزة ولا بأس بها. والذي أميل إليه أن الصبح ليست بدعة، يجوز للمسلم أن يصبح بها، لكن الإشكالية في أمرين: أن من يصبح الصبح إذا كان أمام الناس فإنه يخفى عليه من الرياء، والأمر الثاني يخشى عليه أن يساء به الظن وأن يتهم بأنه يتبع بعض الأفكار الخرافية. تعرفون من هم المشتهرون بالصبح والتسبيح به، لكن هي من حيث الأصل لو أصبح المسلم وسبح سرا في بيته فإنه لا بأس بذلك ولا حرج عليه وليست بدعة، لأن الصبح لا يتعبد بذاتها، لو تقرب بها لكانت بدعة، لكنه يتعبد بالتسبيح المباح والمشروع والمستحب، ويجعل الصبحة سببا ووسيلة في أن يسبح بها، فلا حرج على الصحيح من قولي العلماء من التسبيح بالصبحة وليست بدعة، والله تعالى أعلم. طيب، بقي الأخ أحمد أشار إلى نقاط مهمة، يقول يجب أن نستفيد من مثل هذا الحدث، يعني حدث الخمر وما نتج عنه من حالات الوفاة، أن نستفيد بأن ندرك أن عندنا ضعفا في الاستعداد الطبي، وهذا صحيح فعلا ينبغي استدراك هذا الأمر، وأن نستفيد هذا الحدث بأن نصلح هذا الخطأ ونصحح
هذا الخلل والتقصير هذا يرجع إلى الجهات المعنية. قضية الشماتة بهؤلاء تكلمت على جو الحلقة وقلت المسلم لا يشمت بل هم أبناؤنا وإخواننا وهم مسلمون ونترحم عليهم والمسلم يجتمع فيه الخير والشر بل والسنة والبدعة والطاعة والمعصية فيحب لما فيه من الإسلام وتوحيد وسنة ويبغض لما فيه من معصية أو بدعة أو شر وهكذا هو معتقد أهل السنة الذي أجمعوا عليه ولم يخالف في هذا إلا الخوارج والمرجئة. طيب قضية الفراغ ودوره كلام سليم وفي محله نعم إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة وهو ذكر كلمة صحيحة الإفساد عن الإفساد صحيح وقديما قال علماؤنا نفسك إن لم تشغلها بالباطل بالحق شغلتك بالباطل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهذه ما تعلمه من الشافعي عند الصوفية كما قال لم استفد منه إلا هذه الكلمة هذا صحيح فالإنسان إذا اهتم المسؤولون بالشباب وجعلوا لهم يعني أماكن من لهو البريء والمباح والترفيه الحلال وشغلوا أوقاتهم بالأشياء النافعة هذا يشغلهم عن كثير من الشر والفساد. أما إذا كان الشاب من رجوعه إلى المدرسة الساعة الثالثة يتسكع بالشارع ويجلس في الطرقات إلى ما بعد يعني أو ما يقارب نصف الليل سيتعلم الشر والفساد وسيجد رفقاء السوء يدلونه على ما يغضب الله عز وجل من المخدرات والخمور وربما الزنا واللواط نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا والله المستعان. ما يتعلق بقضية الوثيقة هذه والله ما أدري أرجو أن أجد وقتا لأتكلم عليها وثيقة العنف ضد المرأة هذه الوثيقة حقيقة تريد أن تزعزع أمننا واستقرارنا هذه الوثيقة تتضمن إقصاء عقيدتنا وتتضمن إحلال الشر والفساد والانحلال عندنا منظومة ربانية وعندنا قيم وعندنا شريعة استوعبت الحياة كلها والمرأة عندنا مكرمة عزيزة هي أم فاضلة وهي أخت كريمة وزوجة محبوبة ونحو ذلك فما أدري حقيقة هذه الوثيقة التي ربما بعض الناس أقرها أو يريد إقرارها هذه تضمنت من الشر والفساد ما يستحي المؤمن والله من ذكر شرها وفسادها والله يستحي لكن لا بأس إن الله لا يستحي من الحق أنا أقرأ عليكم شيئا من بنودها والحكم لكم بعد ذلك هذه الوثيقة تتضمن استبدال الشراكة بالقوامة الرجال قوامون على النساء لا ليس للرجال قوامة هم شركاء والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين رجل والمرأة الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية التساوي التام في تصريعات الزواج طب لعلهم أن يعني يفرضوا حتى على رجل الحمل والرضاعة والله المستعان ليس المرأة تحمل فقط الحمل والرضاعة وحدها انظروا تتضمن هذه الوثيقة التسوية التامة في شكل عدد الزواج مثل إلغاء التعدد أو هذا الشيء طيب اللي سيفرحون بهذا طيب إلغاء حكم الله عز وجل طيب إلغاء التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق رضا الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير مسلم والإجماع من الأحقيق على تحريم هذا التساوي في الإرث سحب سلطة التطبيق من الزوج ونقلها للقضاء ليس للزوج الحق أن يطلق ولا يملك الطلاق بل توقع القضاء واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش يعني لو أن الزوج مثلا يعني وقع أهله بشيء من عدم الرضا فلها الحق
أن تشتكي إلى القضاء بأنه ارتكبها، وعلى الجهات المختصة إيقاع العقوبة على ذلك الزوج مماثلة بعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية. إلا الله الذي رجعه. طيب، منح الفتاة كل الحريات الجنسية، حرية اختيار الشريك، وتختار علاقتها الجنسية كما تريد، تكون طبيعية، تكون شاذة، هي حرة. ورفع سن الزواج إلى 18. انظروا إلى الفاطمة هذه. توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما هي سامحوني على يعني ذكر هذا الكلام الذي يغث الأسماع ويحزن من ذكره. مساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق، كما سيكون هناك في تلك الجلسة متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة على الجلسة بعنوان التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة، أدوار الرعاية والإنفاق، وهو ما يقوم به قضية الطوارئ. سبحان الله، أن يؤكد أن يخرج مسلم ويقر هذا الكفر الصراح الذي يعلم أن حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا أو كذا وكذا، ثم يخالف حكم الله ويستبدله بحكم آخر. أولا، هنا ارتكب جريمة سلعاء وفعلة والعياذ بالله صلعاء وكبيرة من الكبائر. لو استحل هذا ورآه حلالا وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله. هذا لا شك أنه في غاية البطلان والسوء والشر. هذه الأمم لا تقوم على دين ولا عقيدة ولا عندهم قيم ولا أخلاق. أمم لا تحزن من الزنا. يعني في الأمم الأوروبية إذا رأى الرجل امرأته مع رجل آخر يخاصرها أو يرقص معها ما في شيء. بالله عليكم، فيه ما أقول متدين، في عربي يرضى بهذا؟ يرضى عربي أن يرى امرأته مع شخص آخر ترقص معه أو حتى تجلس معه في مقهى؟ الغرب الكفار هؤلاء الضائعون لا يرون هذا شيئا مستبشعا ولا مستنكرا. أيريد الذين يميلون إلى أولئك أيريدون منا أن نصبح كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يهدي أمتنا وأن يهدي ضلالنا وأن يردهم إلى الحق. اللهم إنا نسألك أن تهدي كل من ضل عن شريعتك وضل عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وضل وانحرف عن هديك وعن كتابك وعن هذه الملة المباركة التي أنعمت علينا بها. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا وتوحد صفنا وأن تهدي ضالنا وأن ترحم موتانا وأن تحفظ أمننا يا رب العالمين وأن تولي علينا خيارنا. اللهم من أرادنا وأراد بنا وبديننا وعقيدتنا وأمننا وعفة نسائنا خيرا ورشاة وتوفيقا وهدى. اللهم زده توفيقا وزده رشاة وأعنه على أمور دينه ودنياه. ومن أراد بنا وبديننا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا وعفة نسائنا سرا أو فسادا أو خبالا أو مكرا أو كيدا، اللهم إنا نسألك أن تكفينا شره وأن تجعل كيده في نحره وأن تجعل تدميره ومكره دمارا عليه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد و
وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. فقال: أخبرني عن الإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. الحديث: من مات على طريق الإيمان، على طريق الإيمان يؤده إلى التدين لكن خير محمود بن رسول Thank you.